بسم الله والحمد لله. الآن نرجع إلى الآية الثانية، بحول الله نرجع ونذكر بدايتها، وآتوا اليتامى، إحنا المجبورين بس نبرروا اليتامى حين يبلغوا سن الرشد، ونشهد أعز الشهداء على العملية الربوبية، لأنها من أمر الرحمن فيما يخص حالة الأيتام وحقوق الأيتام. وآتوا اليتامى أموالهم إيمانا. وأنا على القصة في آخر سورة الكهف، اليتيمين كان أبوهما صالحا، وسيدنا الخضر عنده علوم عليه السلام، خير من علوم سيدنا موسى عليه السلام في هذا المضمار الظاهر والباطن، الصالح والطالح، وما وراء المظاهر والمجال خدمات المظاهر خدع. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يمشي بالمظاهر، وسيدنا الخضر عليه السلام يمشي بأكثر عمق في المسائل، المنام ما يكتبش بالظاهر بل يزيد يغوص حتى كما تقول انت يصلح أمور ما كانت أمور قد تسوء لو لم سيدنا الخضر عليه السلام يحدث تقوى في سبيل الفقراء، ورأهم أمامهم من يغتصب كل زورق ولا باخرة تعجبه. أو فيما يخص اللي قتله شاب، سيدنا موسى عليه السلام استنكر ذلك، قالوا كان راوا فتنة لأبويه، فقرينا بما أعطانا ربي من علم لدنه، هذه الإنسان لازمه يتكى ترتاح، ارتاح لهم ويعطيهم ربي من هو يبرهم ويكون زينة لهم لهما وإنما لهم. وبعد قلنا اليتيمين أكد الجدار، كيف سيدنا الخضر عليه السلام أقامه لكي لا ينهار، خاطر بانهياري يكشف كنز كان أبوهما صالحا، وكان عارف القرية اللي هو فيها قرية المزأمين المسؤولين عن المال ويستولون على كل مال ولو كان الأيتام. فجاء سيدنا الخضر وصلح الأمور إلى حين حتى يبلغ أشدهما. إحنا نفس الشيء، وآتوا اليتامى أموالهم، وفي آية أخرى فليبلغوا الحلم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني مش أنت مالك خبيث، ما لا دخلت بأي حيلة من الحيل مع مال نظيف وكان أبوهما صالحا، يعني تتحايل أنت كما غسيل الأموال اليوم، المال زي من الزنا والجنس المثلي وهلم جاره زي المخدرات وغيره وغيره، إنه بيع السلاح وهلم جاره الأحلى من الإسلام، ما عندناش حتى خاصة عند الحروب لا نشتغل بصناعة السلاح والتجارة بيه. وهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبيع السلاح عند الحرب، لا لو أولا السلاح أولى به يكون عنا بس يزيد قوتنا الدفاعية والهجومية. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. واصل الحديث عن هذه الآية الكريمة بعد حين بحب رب العالمين.